إذا كان الشخص لديه عمال في المحل، إيش؟ إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل المؤسسة براتب قدره 600 ريال لكل واحد، لكل واحد، فهل يجوز التاجر أن يعطيهم زكاة مالي؟ يعني نأتي بجواب بسؤال نعم، هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك. المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالا أو خدما عنده. نعم.